هذا المعرض الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة التكوين المهني ومنظمة الأعراف النرويجية، ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص، باش نعرفوا بالمهن الجديدة ونعرفوا كذلك بالهياكل الخاصة والهياكل العامة والخدمات التي أتقدمها هذه الهياكل. كذلك هناك حضور لهياكل المساندة التي وفرتهم وزارة الإشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، هذه الهياكل التي ستعرف الشباب بجميع الآليات للانتصاب للحساب الخاص وجميع الآليات للهجرة الشرعية وكذلك المهن المطلوبة على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني. هناك ما يقارب على 50 هيكل خاص مشارك. اليوم عندنا مهن جديدة، الهيكل اليوم القطاع الخاص دخل في مهن كانت حقيقة ما كانش يعملها، كما مهن الميكاترونيك، مهن الحدادة، مهن اللي كانت تصعب على القطاع الخاص التكوين فيها. اليوم عندنا مراكز معناها معروفة على المستوى العالمي، وهذا معناها شرف للقطاع الخاص وشرف معناها للبلاد التونسية. كذلك القطاع العمومي اليوم مشارك ونشكرهم على المشاركة، كما الوكالة التونسية للسياحة مشاركة بطبيعة بمراكز متاعها، الوكالة التونسية للتكوين المهني، هناك عديد الهيكل العمومية المشاركة. المهن الجديدة اليوم خاصة المهن التي تتعلق ب نعبر عليه احنا لاندستري 4.0، معناها التكنولوجيا الجديدة في الصناعة. لكن ديما تقعد يعني انك تكون بوليفالون، تكون يعني تشرشي على الاثراء، اهم انه تكون مقتصر كان على التكوين الجامعي. احنا شنبلغ رسائل كهياكل خاصة، اولا هو دعم قطاع التكوين المهني الخاص من حيث تمويله عن طريق آلية سك التكوين اولا، وهي آلية تمويل موجودة ان شاء الله يوقع تفعيلها. كذلك سنطلب دعم التكوين المهني بالطبيعة بتبسيط الإجراءات حسب السياسة التي ينادي بها سيادة رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة للمواطنين.